اهلا وسهلا، جيتوا على الوقت، حماتكم بتحبكم الاكل قرب يخلص. يلا غسلوا ايديكم بالمي والصابون مليح 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 عشان اليوم بدنا نطلع نتغدى برا على البرندة. يلا حلو حلو، برافو برافو، افركم منيح. غسلنا تيتا تيتا. ايه بس عندي سؤال، ليه لازم نتغدى برا اليوم مش جوا؟ لانه برا امان اكتر. بس تيتا البيت مش امان؟ بلا بلا، انا مش قصدي هيك، بس عشان عمي ابو زياره جاي يزورنا ويتغدى عنا اليوم. وبتعرفوا مليح مليح انه عشان الوضع ممنوع كثير زيارات. شو زيارات؟ ما هو عمي ابو زياره طول عمره فايت طالع عنا. مزبوط معك حق يا توتي، بس اسا الوضع تغير، لازم نحافظ على قوانين الامان. تيتا يعني عمي ابو زياره مش امان؟ لا مش هيك قصدي، بس عمي ابو زياره رح يجي لعنا من برا، واحتمال يكون لاقط العدوى ويعدينا، عشان هيك لازم ندير بالنا ونقعد بالهواء الطلق احسن، لانه بالهواء الطلق امكانية العدوى اقل. طيب اذا شو نعمل؟ انا بس يجي بقولكوا شو لازم تعمله. طيب اوكي. خلوني اشوف الطبخات. تنسوش شو فهمتكو، شايفين كيف كل واحد منا بقعد على طرف الطاولة. حلو شلبي شلبي. شو يا فوزي موزي؟ انا تيتا عم بقيس. قيس. امسكي معي هيك مليح، خليكي محلك. محلي مليح مليح. تيتا انا بقعد على راس الطاولة من هناك. وانا بقعد هالراس من هون. لكان بس يجي عمكو ابو زيارة بقعد هو هون وانا بقعد هون. خلص قعدنا. ايوه برافو عليكم. مرحبا، ان شاء الله الكل محافظ على الامان. اهلا وسهلا، شرفت ونورت. اتاخذناش، لازم نحافظ على القوانين. ايه انت بتأمري، ايش بدك اساوي؟ يلا تفضل، شو علمتكم؟ لا لا، لازم نسلم على بعض من بعيد او بنفع بالكوع. بنفع هيك؟ ولازم عمي، مع انك مش عمي، لازم تشلح الكفوف وتنظف ايديك منيح منيح بالمي والصابون لمده 30 ثانية. 30 ثانية؟ يس. هيك يعني؟ هيا بينا. هيا يلا. يلا. نظافة منيحة. وإسا شو لازم أعمل؟ وإسا لازم تلبس كمامة نظيفة وبتضلك لابسها كل الوقت، وبتنزلها بس لما بدك تاكل أو تشرب، بعدين بتفوت بتغسل إيديك بالمي والصابون وبترجع بتحط الكمامة. يعني هاي قصدك؟ إلا يعني هيك؟ أيوة. وأحطها بالزبالة. هذا السطر. يلا يلا بسرعة بسرعة، حط وحدة جديدة. يعني هيك يعني؟ بس لشو هذا كله؟ انا بقول لك ليش، لانه انت كبير بالعمر. لازم نحافظ على سلامتك. لازم. عشان احنا ما نعدكاش. والله عن جد. مش انت حابب تضلك تيجي لعنا وتشوف تيتا فوزية؟ طبعا. بتحب تعيش اكتر وقت وتضلك تزورنا واحنا نزورك؟ طبعا. وهو كمان بحب يشوفكم انتو. طبعا، انا بحبكم كتير كتير كتير. واحنا كمان بنحبك. واحنا كتير بنحب نضلنا نشوفك دايما دايما، حرك مرك لعنا. وانا كمان يعني، بس هذا كله الحكي حلو. وين كبيت ناكل؟ حبايبي ويها، وتفضلوا على المعكرونة. ويها ويا هلا باللي زارونا. ويها ومنحافظ على الأمان، عم يبعد عنا الكورونا. تفضلوا تفضلوا. ايوه يا ميت، اهلا وسهلا، ان شاء الله بتعجبك المعكرونة.
شاء الله صحتين وهنا. سلم ايديكي تيتا. ايديكي حبيبتي. صح ولد.